بعد نجاحه في الموسم الأول. يرجع لكم برنامج الوزن الرابح في الموسم الثاني. كاستينج أضخم برنامج لإنقاص الوزن في الجزائر، يفتح أبوابه أمام المشتركين لتوافدوا من كل أنحاء الوطن. في أجواء الحماس والرغبة القوية في المشاركة، يستقبل كوتش سمير بن عيسى العشرات من أصحاب الوزن الزائد لجمعهم نفس الحلم، إنقاص الوزن. لو فات كو شقيتو وجيتو وراكم واقفين اون فاس ليا اليوم، اعرفوا بلي عندكم نيه صافيه باش تبدلوا حياتكم. التسجيلات اللي خدات من فريق العمل يوم كامل كانت متاحه للجميع، لكن اداره البرنامج كان عليها اختيار 50 مشترك فقط من اجل التصفيات. اختيار 12 مشترك من أصل 50 شخص يحلم بمكان في البرنامج صعب المهمة على لجنة الحكم اللي حاولت الوصول للاختيارات الأصح. أنا ماما مليت نوض صباح ويا تعاير ترقد تعاير، شوفي راح كشراكي قدام نعملها، ما قدرتش وحدي مي أتخافيغ لو بروغرام، على بالي بلي نقدر. صمت 140 يوم باش غير نبروفي لها بلي أنا نقدر. ومازال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا. بن عمرو شرابح 27 سنة، ولاية الجزائر العاصمة وبالضبط حي شعبي باب الواد، حلاق ومغني هاوي. كنت نمارس رياضة جيدو، الو حبست في 2015، من 2015 لهنا اللي تسمى زدت في البوا بزاف. البوا تاعي ديرونجيني شويه في حياتي، طلع الدور تاعي عافاكم الله صباط ما تقدرش تلبسو. راك تعرف مع العلاس ومع كيما يقول لك لي صواري وكذا، لازم الانسان يكون لابس مليح. كيما يقول لك قمجة شابة سلوال شباب، وهذا هو البروبليم اللي عندي. والله القمجة وراه سلوال اللي جينا له. الهواية المفضلة تاعي بعد الأكل، راني يعني نعاود فيها بعد الأكل بين قوسين، اللي هي غناء. لاسول شوز لي نصولاجي بها هي لا ميوزيك. ويلي ويلي في عشقك شفت الويل. لو بلو بريفيري ديالي هو رشتا، كما نقدرش نسمح فيه ولا نفرط فيه كاع، سيرتو كنكون اونتر فامي مع يما مع خوتي، وملي تكون هذيك اللمه نعرف صحابي، عندي صحابي يحبوا الماكله تاع يما، هي تسقي انا في تلاق نحي لها طبسي، دجاج بلاكوش وفرشيطه بهدروات، تتخلط كاع صحابي يزقيو عليا وعلاش وخطيك وش بيك. نهار مات بابا راني شافي لحقنا الجبه انا باش ندفنوا بابا الله يرحمه، انا جيت حابط في القبر، عفست في القبر من البوا، تراب هذاك حبط في القبر. هاي قال لك رابح انت ولي امبوسيبل ما تحبط تدفن نتايا. وهذه هي السبب باذن الله اللي تخليني نولي طايفين باذن الله. زيد لي شانس، زيد يلا زيد لي شانس. واش ندير، ربي عطاني الصحه واش نزيد، تعرفنا احنا تزيريين. عاد الخوله 25 سنه من ولايه ورقله. خوله ولات سمينه من الماكله بزاف، ناكل ونرقد ناكل ونرقد. كنت ندير ريجيم وندير سبور، ومن بعدها كانت ريشي. الكوتش تاعي عيا معايا قال لي ديري سبور ديري هكا ديري هكا، وانا نفشل تمتم. حبيت نشيان باسكو شغل عندي هوايات بزاف، نحب نمثل نحب نكون مانكينة ندخل لعالم الأضواء. كل
ما نخرج لي ماغازا توجور ندي عفايس صغار عليا، مولشي يقعد يخزر فيا يقول لي او علاش كي تدي هادو لما لاختك صغيره ليك انتيا. نقول له ويه بالعاني انا نشري عفايس هكا باش ندير القلب بيهم. كي نكون فارغه شغل ما كاشوش ندير، نروح ديريكت للمرايه نقعد نماكي. كنشد تيلي كومود نقعد نقلب غير في لاتيلي اللي بروغرام تاع الماكينه، نحس خوله هي ماكينه، نقعد نيماجيني زعما انا ني في وسطهم. كوني انا خوله من ولايه ورقله راح نشرف ولايتي وراح ندير اللي عليا وان شاء الله ما يخيبش املهم فيا. حازم فطا، جو فيان دو تيزي تقفيليث، جي 29 عام، جو في انفوغراف ونموت على الانفوغرافي. من نهار اللي كنت 12 سنه بديت نسمان ناكل بزاف نموت على الماكله، سيرتو كي مات بويا ستريسيت بزاف، اشاك فوا كي ستريسي نروح ديريكت ماكله في الطابله ناكل في الضبسي، قبل ما نكمل الضبسي نوجد ساندويتش. دابيتيد مول الفطور ولا مول العشاء ناكل فاكهه ديريكت بزاف. جرينيوتي بزاف. جي ان بيرمي دو كوندويت دونجان. اون بليس جوي فوتوغراف او ميم طون. ونموت على لا كويزين. سيتو نحب الخفاف، نطيب الخفاف بزاف. حبيت نشيان ديجا لا بروميير دي شوز على ديال لا سونتي تاعي. اون بليس الفيونسي تاعي ما بغانيش يشوفني هكا سمينه، عندهم الحق. ما نكذبش وجعتني هذيك الكلمه لازم تشياني. انا حبيت نشيان شغل تجيني لا رون بلونش وكنت خلصها كاع يفرحوا بيا كي يشوفوني كاع الناس يفرحوا يقولوا لهم في الطاولات هكا، هذا هو البيت تاعي. ركبت مش ما ركبت مع الشايب في الترونسبور مع هذا معليش فلاصه انا ريحت هو قال لي خويا معليش نسقسي قلت له ايه قال لي تخلص بلاصه ونص والله قال لي تخلص بلاصه ونص. السلام عليكم خاوتي كامل هنايا. مساعدي زين عابدين 29 سنه من ولايه كيكدا. نخدم انجيرون دين بيتزيريا. كنت في بريمير من السانكيام بديت نسمان هاك بشويه نقول دير ريجيم بشويه ندير ريجيم حتى لحقت لهاد البوا. زين نحب الشخاشخ سردة شويه هكداك حرة ما تمسخرش توجور ناكل زوج طباص انا ماشي واحد. بلا ما نقول لك الفيلي باش كيديروا ليه يكون طري غير لواح برك لواح برك. عباك ندخل بيتزيريا ولا باتيسيري هكذا نبقى نشوف على بالي اش نقول ناكل هادي ولا هادي ولا هادي بلقى روحي كليتهم كامل. انا ما
النمبر تاع الناس برا انا ما اكزيستيش معايا باسكو يتنمروا على كامل الناس. وما يقوليش كاش واحد ولا زوج ياسمين ما على باش حتى انا نتقلق مع روحي وشنو كيقولوها ميم تلقاني ما نديرش رياكسيون بصح الداخل تغاني. زينو انسان محب الحيوانات من داك نحط في راسي شت لي كوبوي هذوك كلاسيك تاع بكري ولا بالشابو فوق حصان ولا ونلحق في البقر تاعي ومنا ولا غنم من نرمي السناره يقولوا لي عندك زهر زهر في السياده ما على باليش من نروح نشد. هذيك تصرالي توجور نجي نقيس تالي يكون قاص غير عليا نبدا نقطع في كامل قشي توجور تصرالي. نوعدكم كل ما نظهر في التلفزيون نضحككم شويه نضحكوا نقصروا وتشوفوا انسان سامباتيك تعرفوا عليه في لاتيلي ومن جهه اخرى تشوفوا انسان محارب يضرب على بلاصتو ويحوس ديما يكون في الطوب. Je suis hyper tendu, un début de diabète. Et je peux avoir des problèmes de rénaux. Je suis allé au médecin à Alger Kamel. Allô, les mêmes à l'export. منادي فارس 36 سنة من الجزائر العاصمة اكزاكتومون من عين بنيان. نخدم في الدومين تيليفونيك فونتي ريباراسيون تيليفون موبيل. خاطب سمنت من الوقت اللي حبست لي زونطرينمون باسكو كانت عندي حكاية طويلة مع السبور. بارفوا كيكون في لاشامبر نبدا نشوف لي ميداي ولي كوب ولي ديبلوم بوكو بلوس. كاين بليزيور سونتيمون يجي من داك كون منرفي من داك الدمعه طيح لي من داك شي قطره كيفاش. بون جيتي انا طلعت في ليكيب ناسيونال الكيك بوكسينغ كنت نشوف فيه هو حياتي ديريكت. كي لحقت ليكيب ناسيونال وبريباريت مليح بعد قريت اسمي في الجورنال بلي راني في الطياره وانا ما قبلونيش ما با باش نروح لاكراس ندير شامبيون دي موند. التم حبس السبور. موراها كنت غير الماكله 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 الماكله. نحب الماكله سورتو تاع برا ما تيماجينيش كيفاش لي تاكوس لي فاخيتاس لي بيتزا. لفات كنشم ريحه الماكله ولا نتحرك من ولا يكونوا صحابي رايحين قال لك شريستو ولا عفسه هكا نروح معاهم وامبوسيبل نتعرض وما نروحش. يجينيني بزاف لو بوا تاعي الحانوت كي نكون خارج من الكونطوار سام ديرونج بوكو مام في اللي كيروح مع صحابي نجربوا اتاي ولا عفسه هكا لا دانيير فوا نوض في الكرسي معايا يعني فريمون وين كنت وين لحقت. مادا بيا نعاود نكبيري لاطاي تاعي ان شاء الله باش نبدل نوفيل جينيراسيون باسكو دركا بالكور هذا نقدر نعطيو لا تيوري مي لا براتيك مكاينش كيفاش ناخذها للراس. طولي كنت الناس تتمنى يكون عندهم كور كيما تاعي ولا يقدروا يديروا واش كنت نقدر ندير انا الدركا وليت انا نتمنى نقدر ندير واش راهم يديروا هما لي مام سي جينو. البروغرام في 6 موا بلوكي نقدر نكمل عامين على جال لو بوت نتاعي حنكونوا على وتر ان شاء الله. لا كنت ان شاء الله لا انا الوزن الرابح لا صوم اللي حنديها ان شاء الله نسين نفتح بها يوم صال دو سبور. لو بوت نتاعي سي المشروع نتاعي. ديريني خالدة 17 سنة من برج باريريت. حبست القراية على جال السمنة ما كنت حاسة روحي كيما البنات الأخرين. توجور الناس تبقى تغزر فيك غير انتي علاش تلبسي هكذا ستايا روحك انتي سمينه ما تلبسيش هكذا. السمنه دائما كانت تخليني نبان كبير على الاطفال اللي قدي. نجي من القرايه الناس تجي فرحانه نجي من قنوطه. خالده ما عاشتش الطفوله تاعها ما لعبتش ما نشوفش روحي باللي لعبت كيما كانوا يلعبوا كنت دائما نشوف غير بالعين. مام كي كنت نحب زعما نشري لبسه ولا يقولوا لي وين راح نلقاو لك لبسه دوك انتيا. ما عنديش حاجه في الماكله تاع الدار بوكو بليس نحب ناكل لي بيتزا لي برجر.
الحاجه اللي خلاتني نسمع كاع هكذا هي الرقاد، نرقد بزاف. الحلم ديالي هو ان نفتح انستيتيو بوتي باسكو انا نحب هذا لو دومين، ان شاء الله نلحق لهذا لو غاف. من بكري نحب المايك اب، نحب نكون شابه اي فوالا. كاين جوج ايام اللي كنت نقرا فيه نتمنى لو كان يولوا ليا وما نسمعش لهضره الناس ونكمل قرايتي. حبيت نشارك في هذا البرنامج باش نشان ونولي اي لبسه نشريها ولا تجي في خاطري نلقاها. نوعد ناس البرج ان شاء الله نكون قدها وان شاء الله نفرحكم. قوة الشخصية، الحلم، التميز، المعاناة، قوة الإقناع والطموح للتغيير ووضع حد للوزن الزائد كان أكثر شيء محتاجه أي مشترك باش يكون مرشح حتى يكون هو الوزن الرابح. سي لا بروميير فوا اللي نقول لو بوا تاعي دوفون تو الموند. بهلول سارة، 29 سنة، جزائر الوسطى، اكزاكتومون مسيد حمدان. كما تعرفوا المرأة الجزائرية الشغل، لا كويزين، لو ماري، لو بو بير، لي زونفون، توت لا ريسبونسابيليتي تاع الدار عليا انايا. انا كي تزوجت ما كنتش سمينه بزاف، بديت نسمان من لا بروميير غروسيس. لا دوزيام غروسيس سيتي لو كومبل دو كومبل، سيتي 30 كيلو. السمانه دارت لي عائق اونفير كي نحب نخرج دراري، كي نحب نلعب معاهم. زمان كنت ندير سبور مع الدراري والاخر ما ولاش عندي الوقت، وفيك عندي ماري كي سبورتيف يقدر يقول لي ديري سبور ديري سبور، مي ا شاك فوا نصيب لو بريتيكس دراري شغل، خلاص عليا هو يدير وانا نشوف. À part le ménage ou d'rari ou la responsabilité تاع الدار، نحب شوبينغ، نحب نخرج نشري الماعن. نحب la lecture. J'adore bouquiner. Le moment préféré تاعي quand je prends le café تاعي، نقعد مع le beau-père قصارين ورانا نستغلوا في هذيك القهوة تاعنا. انا مون بو بير سي ان بابا بور موا، اون بليس سي ما بيل مير لي وصاتني عليه الله يرحمها افون ما توفى. جيت باش نشيان بور ما سونتي، بصح اوسي بوكو بلوس سي بور بلير ا مون ماري. سي با ايفيدون بور موا 6 موا سيباري دو ميز انفون، هما لي حياتوني لا فورس والكوراج باش جو في ريوسير ان شاء الله. مانيل لقمان، نحبكم ولادي وهاد الساكريفيس درتو على جالكم. ها يا سيدي برونشيو معانا. حنا برك يا حال اخرى قاعدين تاكلي في لاكريم ها مالك. يا نقول لك معايا هنا خطرة قال لي واحدة ايه نفخة، قلت لها لا نفختني امك. ليكيب سلام عليكم، منين نبداو خويا منين؟ الدور منير 32 سنة من ولاية جيجل، بصح عايش هنا سيرالجي. خدام سوسيتي بريفي ريسبونسابل بيرسونال اي لوجيستيك. ناكل يا اخو. ناكل بارتي وفي البير وبرا بارتي وبارتي وين نمشي هكذا شغل تنفح لي نجوع نحبس ناكل ما بقاش هضره كاع. يا اخا البوس بابا نحييك. بابا وجاي باقا بينا توجور وين ندخل للدار قدامنا وهذا شغل راني حنا شيان كيما يقولوا لا وين يلقاني علاش انت هكذا علاش خليت روحك هكذا توجور يهضر توجور.
سور تحواس تقلاش كلش كاع السياحه، حنا السياحه رؤوف العزيز نعاودوها في البابور. كملوا لي بروجي ومن بعد زواج ساهل هو الاخر، راني الزواج حنا رانا دايرينه مع الاخر زواج. اللي يعرفوني كاع على بالهم بلي توجور فرحان، والله ما يقولوا لي كلمه سمينه انا في الحومه البيك شغل منير البيك البيك. كي خيط برنامج الوزن الرابح باسكو علاه انا شغل مغلوق، ما تقدرش تريشي، ما تقدرش تخرب، ما تقدرش كدا، مالغريتو برا تقدر تنقص بصح لا انا خان. وليكيب ان شاء الله كاع بون كوراج، واللي يخدم هو اللي ينجح ان شاء الله. وانا ما ناكلش دوكا راني جيعان. سامر مسروه جي 52 ans. Je vis en Allemagne, je suis marié, ma famille est dentiste, moi je suis retraité. Ça fait 5 ans qu'on vit en Algérie, sur Alger. Vis-à-vis la vie quotidienne, je prends mon petit déjeuner, elle est bien chargée. La femme Thierry a essayé de me faire un régime. Quand j'ai mis la soupe, je vois qu'ils mangent quelque chose d'autre. Je ne sais pas, la soupe n'est pas bonne. La journée Thierry a plus ou moins tout le monde. Les régimes qui jouent, ils ont abouti à rien. Quand tu as une mise en plus de 80 ou 70 kg de plus, ce n'est pas évident, mais la qualité de vie est baisse. تروح تعوم ما تحلالكش، تروح تمشي ما تقدرش، عندك لي جينو كي فون مال، رجليك توجعك. انا اونفي دافوار ان بيبي صافي لونطون. على كل حال سي اون ريزون بلوس اللي نحب نشيان باش ان شاء الله يرزقنا ربي افيك ان بيبي. انا ما فهم دي فوا دي فوا لي في سيربريز جو لاشيت كي دي شوز هكذاك لي في بليزير ان بيتي غاتو ولا دي فلور. نقعدوا في الدار نقصروا نساميوز. كيكون عندنا الوقت ثاني نخرجوا اونسومبل مالا الحمد لله. يعني les 6 mois à deux, ça va pas être facile. Je vais faire des efforts pour ma femme parce que elle mérite. J'aimerais bien si nous kan qablouna fi zouj parce que même hiya que ma market rouha tani, mais dommage, voilà, c'est on peut pas avoir tout. Voilà. Goal, 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 goal. Goal de la Melouse Chelsea. واحد زوج ثلاثة ربع خمسة ست سبعة ثمانية تسعة. بوشنافا كامل 38 سنة من ولاية البليدة اكزاكتومون مدينة بوفارك. موظف إداري في ثانوية. اللي حبست السبور ما وليت غير الماكلة، ما حوست نخمم في حتى حاجة أبا الماكلة. وزدت كي زدت تزوج مور زواجي زدت رحت فيها. ويسمانا هادي اثرت فيا بزاف، منها في خدمتي في صلاتي ما نقدرش نصلي، نقعد ماكسيموم نصلي في الكرسي. ما مع ولادي ما نقدرش نلعب، زعما طيح لهم عفسه في الارض هكذا ولا ما نقدرش نحفظ نجيبها لهم. كل يوم ناكل كلش انا ابار سلك الحطب حاجه هذو ما ينتكلوش. بلا بريفيري تاعي بوزلوف
الموت عليه كيكون بوزلو في الدار شغل شو داو ليك شعبسه حفله كبيره ولا نفرح كي نلقى بوزلو. جادور الشعب سيتو في بيريود تاع رمضان هذيك ساري 3 من ياري 3 على الطابله ما كاش كيفاش تنحى. بون كي نحب نخرج مع صحابي مع محرز وسعيد نحييهم من المباراة نخرجوا نروحوا لابيسين دي فوا نروحوا نصيدوا. كيكون وحدي هكذا مقلق مع الدار ولا شي حاجه نروح لشي بلاصه وحدي ندير لاطون تاعي ونروح خلا كشواد ولا واني تماك عقب جوني يا شابه ونعاود نحبط نديفولي بيان ونجي. وان شاء الله انا اللي نديها الوزن الرابح هذه ان شاء الله بربي ان شاء الله. منا نسمعوا لا ريسبيراسيون ديالك اسكو راك مريض؟ عندي مرض نكذب عليك. كوكو مي بيبي دامور كو جامي اتخا هاو ار يو تو داي هاو ار يو تو داي مي بيبي دامور سالو سالو. توهم ياسمين 17 سنه دو تيزي وزو يعني نحب نشيان باش نلبس جبه قبيل بالطبع والشان. الميك اب الميك اب واش نحكي لكم عشقي عشقي الميك اب. نحب بزاف نمثل ديجا تورنيت كي كنت صغيره درت دي بوبليسيتي درت دي سيت كوم كنت ندوز فيغورونت مي لو كان نشيان يعني نحقق الحلم هذاك تاعي يعطوني رول كبيره كنولي انا الممثله الدور الاساسي جادور. وي نحب ندخل نشتغل ان شاء الله ندي باسي كاع لهيك. حبست قرايتي على جال التحرش الجنسي طمعوا فيا باسكو انا نبان لهم كبيره نشوف وحده هكا 17 سنه نغير منها شويه هي تقدر تلعب بالك هي تقدر تروح الماناج تلبس واش تحب انا نو نخرج غير بالجلابات باش نحي هذيك النظره اللي يشوفوني فيها. مالوغوزمون بابا الله يرحمه توفى كاينه غير ماما اللي تجبد يعني هي كلش دير بوسيبل تاعها باش تفرحنا ولا باش تشوف هذيك الابتسامه تاعنا ولا فوالا جو تيم مامو. ما تكوبينيش خليني ندير لي زيموسيون. ابراهيمي خديجه 50 سنه ام لثلاثه اطفال بديت نسمع من نهار تزوجت الاولاد التربيه وكاع يولي واحد ما يكونطرونيش روحو كول برك كول 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 وخلاص ناكل بزاف لي سيكخوري سورتو كي نجي نرقد شغل يبربروني باش نحكم المونوبول تاع لو سومي بروفون ماذا بيا نكون رشيقة باش كي ندير الدور تاع هذوك الرشيقات اللي يوروهم لنا نكون كيما هما لازم الدور تاع وحده سمينة بزاف عيد. وانا وسعديه وافتخر كيما الصفيطي والشخشوخه نعطي لهم قتله ناكل ماذا بيا كل نص ساعه نعاود. نقطة ضعفي بعد الأكل هو اللباس النايلي كون نصيب كيفاش نخرج بالغرفة نايلي لأنني نستراح من يدخل البحري من البحري عندنا لبسة كلها جبال على جبال. ومن بين هواياتي بعد التمثيل الكتابة وابراهيم خديجة دارت كتاب في 2013 حقيبة بدون زمرد كل ما تحويه الحقيبة تاع قلبي ولا مخيخ حطيتها في الكتاب أزعجت القلم لبضعة أيام كما نلحق للدار المورال زيرو ظروف صعبة خلتني نقعد في الشالي ما عستش ألاز ناكل نشوف تلفزيون ناكل حتى تخلص السويعات تاع هذاك النهار نبدا نهار جديد. لو مون دونتي واقيلا على بالو اللي كاين حنا عايش معايا دائما نخاف يدخل لي من الشقوق ندير له القطران وندير له عند العتبه تاع الباب باش ما يدخلش فيها يهرجني باسكو نخلي الباب مفتوح كي نرقدو سخانه. العلاقة تاعي مع ياسمين وكاع ولادي علاقة تاع زمالة بصح ياسمين هي الشوشو. أنا نتمنى
نكمل 6 شهور بوكو بلوس بور ما في اني حابه تولي اوليف ديجا حبيت كي راهي معايا في الامام بروغرام ان شاء الله نكونوا دي زنوي يا ماما كيفاش نخرط فيك ما تيماجينيش ياسمين وحبيبة لازم نكونوا احنا ننجحوا نوعدكم برك باش زعما نسقعها نغير الاخرين باش بعد الانتهاء من مرحلة التصفيات واختيار المتنافسين 12 اتجه المشتركين إلى عيادة أمينة التابعة لمجمع سيم اللي فتحت لهم أبوابها من أجل تحديد قابلية المشاركة في الموسم الثاني لبرنامج الوزن الرابح. وهذا بالخضوع لفحوصات طبية شاملة والتأكد من الصحة النفسية والبدنية إضافة إلى فحص البي سي آر لضمان موسم خالي من أي مشاكل صحية. المتنافسين لحقوا لإقامة الوزن الرابح حاملين الحقائب تاعهم وين راح يبقاو طيلة المغامرة ديالهم. هذاك الغازون الله الله هذيك لافيسين الو الله كي دخلت عيط الفوق قبل لا انا ما خرجت من بين ساهم اش باقي تريح هنا بزاف واو لا صبر لا والو اي في حتى في كاسو مال في كاسو حي عليك مانيفيك مانيفيك. اول دخول لللوفت كان في اجواء فيها الانبهار. المتنافسين انتشروا في قاع اللوفت ومنهم اللي راحوا يتعرفوا على الصور تاعهم اللي معلقه في الحيط. الضحك المزاح والمرح. جيسبر سا سرا انكور ميو لا بروشين فوا التصويره رقيقه. لو ماركيتو هاد العبسه والله العظيم سي سيريو. كاع تصورنا يشبهونا ابار ياسمين ما تشبهش ياسمين. جيت نهبل. نتمنى في حياتي تكون عندي دار هكا. حلم راح يتحقق ان شاء الله يتحقق. عجبنا الحال كلش طوب الله يبارك. انا بدا من النهار الاول يا خويا انا ماشي انا لازم نريح شي حاجه اسمع اسمع هدرو زيوت الماتو يا ودي كي دخلت لقيت جيتاره شفتها ديريكت رحت رفدتها وقلبتها الشعب الجزائري يحبوا الامبيونس وخاوه خاوه وين تلاقاو نغنوا نمشوا في الريتم في الريح عادي. سليمة سواكري والكوتش سمير دخلوا لللوفت ولقاو المتنافسين مندمجين مع بعضهم وكأنه يتعرفوا من مدة طويلة. طبعا لبس دخلنا لقيناهم دايرين حالة الامبيونس ايتي مانيفيك. الو واش راكم صافا راكم بخير؟ اولا قبل كل شيء سمير نبارك لهم وجودهم معنا في برنامج الوزن الرابح لموسمه الثاني. ها سمير فوالا دونك مرحبا بكم سي اون اكسبيريونس ابار سانسيرمون شرف نكونوا معكم حنايا اي سورتو ما تعطيوش لا شونس هذه باسكو سي اون شونس لي بوسيبل ما تعاودش والناس كاع اللي كانوا معكم ماشي محاسدينكم مما دابيهم يكونوا في بلاصتكم. جوستومون سمير انا حبيت نقول لهم باللي هنا راكو قاعدين في لوفت. لوفت هي الاقامه اقامه برنامج الوزن الرابح يعني هي هذه راح تكون داركم طيله 6 اشهر
اوكي راح تعيشوا مع بعض، راح تتعاشروا مع بعضاكم، المشاهدين راح يشوفوكم ويشوفوا يومياتكم. يا دي كاميرا بارتو بارتو بارتو، وبيان سور كل هذا راح يكون تحت اشراف الكوتش سمير بن عيسى. سمير واش نقول لك، راح تكون عندك شحال انت راح تولي اسمنا اب لي 12 المتنافس. ربي معك فريمون، ربي معك والله غير سليمه يعني صح سي لو مو اكزاكت. راح نكون اب مالغري كو بوسيبل كاين اللي كبار عليا فلاج، مي راح نكون الاب باسكو باغ اكسبيريونس التجربه تاعي تخليني بلي الناس الحاجه الاولى راح تكون عندهم ثقه تامه فيك، والثقه هذه تعطي لك مسؤوليه كبيره. صح. واش دير وحدكم راح تكون عندكم انطاش كبيره بزاف باذن الله. راح تتعلموا كل اشياء كثيره على المستوى يعني البسيكولوجي، على مستوى الشخصيه ديالكم، على مستوى الجسم ديالكم، على مستوى يعني نمط الحياه، امور كثيره. دونك عم بالي راح تعلموها بزاف، وحبيبه راح نضحككم بزاف سون زو كان دوت. جوستومون حبيبه مش راح يكون فقط اللعب والضحك، راح يكون هناك صرامه وفي قانون اساسي للبرنامج اللي راح نحكيو عليه. شوف في طيله هاد الست اشهر تاع البرنامج راح يكون هناك برايمات، كل برايم راح يغادرنا واحد للاسف، راح يبقاو في النهائي سته فقط، لانه في كل برايم سمير راح يكونوا دو نوميني. الوغ لي دو نوميني واحد منهم راح يسلكوه صحابه بالفوت، والثاني للاسف راح يغادرنا. في سسبنس وعلى شويه لي نوميني راح يكون عندكم يعني سلم تنقيط، والسلم هذا راح نركزوا على امور كثيره. دونك اول شيء هو الشخصيه تاع الانسان، الشيء الحاجه وحده لا سيدويتي سادير لو سيريو، التنظيم ديالك، لو ريسبي اونفير لي زوتر، لو ريسبي اونفير لو كوتش. راح نقطوكم على كل كبيره وصغيره كما نقولوا من حيث لا تعلمون، راح تلقاو روحتكم منقطين. تسمى مشكون على بالكم هاد اللوفت هذا وباختو صوف وين كي يعني كاين اماكن اللي ما نقدروش ندخلوا فيهم، راح نشوفوكم ونقطوكم. جوستومون سمير كاين حاجه زياده ما تنساوهاش، هي التحديات. في كل اسبوع راح تكون عندكم تحديات. تحديات وشنو هي؟ اللي هي منافسه راح تقوموا بها باش تربحوا نقاط راح تزيد لكم في الرصيد تاعكم في كل مره. اما في نهايه كل اسبوع الكوتش سمير راح يوزن كل واحد فيكم ويدير لو بيلون تاع كل واحد فيكم. لو بيلون اللي راح نديروه سي ان بيلون جلوبال، كما سبقت وقلت راح نوزنوهم، يعني ما تكونوش ما تكسوش راسكم، الوزن عنده قيمه كبيره بيان سور، يعني ابخي سي لو بيت بروميير، ابخي يا ان بورسونتاج اللي لازم نتبعوه. وفي لو بيلون هذا راح نقيموك انت كشخص كانسان حق تافونسي، باسكو حنا صدقوني في لافا راح تكونوا انتوما السفراء على المستوى الوطني. وعلاش وحنا ماذا بينا البعد هذا العام راح يكون مغاربي وعلاش عربي؟ لازم تكونوا انتم السفراء تاع البرنامج الوزن الرابح. صح. على المستوى العربي باذن الله. سي بور سان النصيحه اللي نقدر نمدها لكم اليوم انكم يكون عندكم الاراده، الانضباط، العزيمه، العمل، داكوغ؟ ميم الى تسوفري معليش تقول باللي سي بور ان بوت بيان بريسي سي دو غانيي الوزن الرابح. انا نكون الوزن الرابح، كل واحد فيكم لازم تكون عنده هذه الاراده باش يقول انا هو الوزن الرابح، انا هو اللي راح نربح. داكوغ؟ لازم تكون هذيك لا كونكورونس بوزيتيف بيناتكم، انا نحبها تكون، ما تكونش العداوه باش نتفاهموا مليح، تكون لا كونكورونس بوزيتيف. كوتش كش ما حبيت تزيد حاجه؟ انا نقول لهم هذه الكلمه ويشفوا عليها مليح، شفوا عليها مليح ونقولها بزاف لزاديغون ديالي. اليوم اول يوم معانا انا وسليمه، كل يوم ان شاء الله راح نقول لكم انا وسليمه اليوم اخر يوم. صح. دونك لا غير الفا كومونسي كيل كو سوا لا دولور ديالكم، الالم اللي راح تعانيو فيه راح يكون عنده نهايه. دونك فوالا واش نقول لكم؟ التوفيق. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في البرايم الاول لبرنامج الوزن الرابح باش نشوفوا الوزن تاعكم شحال راهو. هكذا هيا تهلاو في روحكم. هيا مع السلامه. بعد ما شرح كل من سمير وسليمه قوانين البرنامج للمتنافسين، ضربوا لهم موعد البرايم الاول. طيب هاد لا موتيفاسيون يا اخو بدا الصح دوكا، ما كانش اللعبه ها وقت الصح دوكا. كوما ما عطاونا موتيفاسيون شويه، عطاونا ديك لا موتيفاسيون باينه هادي تموت اليوم. بروفيتي لوكازيون خوتي، نقول لكم حاجه، انا هو الوزن رابح من دوك. سامع الوزن رابح خويا، الوزن رابح. لي جان
ديجا انا نقول لكم واحد العفسه، انا ماشي مداري نقول لكم انا الوزن الرابح، نقول لكم الخدمه تهضر. الخدمه تهضر. هكا بيناتنا الخدمه لي جان. ان شاء الله تكون كومبيتيسيون خشينه. جامري بيان نشوفكم كاع كومبيتيو سيريو. هكذا. ما دابا ما نشوف حتى واحد فيكم فاشل باسكو صعيبه باش تربحوني. جاكم ارلون. هذه اكثر من اكثر من اللي قالنا انا الوزن الرابح. باينه. علاش شكون الوزن الرابع؟ يعني هذا صح اليوم ما يتحسبش اليوم ناكلوه. مرحبا بكم في البرايم الأول لبرنامج الوزن الرابح، واللي من خلاله راح نكتشفوا الوزن الأولي لكل واحد فيكم. قبل ما نبدأ الوزن أنا حبيت نسأل الكوتش سمير، قل لي كيفاش راح يكون حساب الوزن وعلى أي أساس؟ ألوغ سليمة، ما حش نحسب لهم الوزن وحده، كاين بلوزيغ بارامتر اللي راح ناخذهم بعين الاعتبار. هاد العينات اللي خديناهم راح يمثلوا بخاتيكمو كاع يعني لي كاتيجوري تاع لا سوسيتي. واحد عنده طويل، واحد قصير، واحد عنده لوبيزيتي السمنه في الرجلين، واحد عنده في البطن، يعني خيرناهم بطريقه ذكيه. وعلى هذا يعني عمليه الاختيار والعمليه تاع يعني ليفالواسيون تاعهم راح تكون على عده مبادئ. المبدا الاول هو الوزن، المبدا الثاني هو الشكل ديالهم، المبدا الثالث هو لا فيزيون تاعهم والطريقه تاعهم في الذكاء كيفاش يتعاملوا مع الامور والعقبات راح يتلاقاو بها، لا ديسيبلين تاعهم. كاين امور كثيره حنتعرفوا عليها ان شاء الله في التحديات تاعنا. تك صحة الكوتش سمير. أنا حبيت نعرف راكم واجدين تواجهوا أول وزن ليكم في البرايم الأول؟ واجدين واجدين واجدين. يلا رح نبداو مع أول متنافس. سمير تفضل. سمير أول مرة فوق ميزان برنامج الوزن الرابح. أول مرة حسيت روحي راح نشي يعني يا أخويا. واجد؟ واجد صح. ثلاثة اثنين واحد. سمير راك توزن 166.200 غرام. الله يبارك. كي شفت الميزان قلت سافا تردير. زين العابدين انت كذلك اول مره فوق ميزان الوزن الرابح، وشنو هو احساسك؟ احساسي شويه ستريس والخلعه. صح. شوف معايا شحال راك توزن. 142 كيلوغرام فاصل واحد. نجدو حنا التحدي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ربي معك ان شاء الله. وقتي مدام. يعطيك الصحه. شكرا. هذا الميزان لحقته بالكريني وطاش ولا كازوز والماكله تاع الليل الزايده هذيك وماكله روطار هذو كامل يلحقوا كل العفايس هذو. خليده تفضلي. خليده بك. الله يخليك. راكي واجده تواجهي الوزن تاعك لاول مره في البرنامج؟ وي بيان سيغ ان شاء الله. راح نكتشفوا مع بعض الوزن تاعك. خليده راكي توزني 137.500 غرام. ما لقيتش واش نهضر. جاتني هكذا واحد لا فولونتي تاع
تاع لازم نلحق. معليش هذه فقط بداية المشوار، ربي معك إن شاء الله. إيش ميرسي. تفضل. نكتشفوا مع بعض وزن فضة. فضة، ميزانك الحالي هو 128 كيلو فاصل 800. شوكيت كي شفت 128 قوم بزاف، وانا راني صغيره عندي 29 في العام. ربي معك ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا. ساره تفضلي. وانا في بلاستيك عيطت لي سليمه، جاوني بزاف دي بيرسون، انا كاين بابا الله يرحمه، جاوني ولادي، جاني راجلي اللي ما اوتوريزي ا فينير. نورك راكي مستعده تواجهي الميزان تاعك وتواجهي كذلك يعني نظره المجتمع. حبيتي تقولي لي 200% اني واجده. على بركه الله. 3 2 1 كومن. ساره الميزان تاعك الحالي 115.500 غرام. انا باش لحقت لهذا الميزان سي لي زاكوشمون لو ستريس اوسي. سيسبانس كبير رايح ونخمم اسكو الميزان هذاك لو في راسي ولا ماهوش في راسي، اسكو البو هذاك اللي كنت فيه من قبل ولا زدت. مية وستين كيلو فاصل 100 غرام، هذا هو الميزان اللي كنت متخوف منه؟ وي لو عندكم في البرايم الجاي الميزان تاعي يحبط ان شاء الله. كارثة. عجبتني كي تضحك. خولة الميزان تاعك اليوم 120 كيلو فاصل 100 غرام. ان شاء الله ربي يقدرني ونلحق الوزن اللي حباته. ان شاء الله ربي معك ان شاء الله. آمين. ربي يحفظك. شكرا. صحيتي حبيبه. تفضلي. نشوفوا مع بعض وزن حبيبه اليوم. مية وعشرة فاصل 400 غرام. Oh my god ولا يا إلهي ولا وش نقول؟ على بالي بلي غير هذه اللي يسمينها غير كل شيء ولازم تشيان يعني. على بالي بلي تقدري لها إن شاء الله بالإرادة تاعك تقدري لها. إن شاء الله نقدر لها. وكذلك على بالي بلي ماهوش راح يخليك الكوتش سمير. سمير يرحم والديك. كي خزرت سمير بن عيسى وابتسم معايا حسيت بأمل كبير فاش يشيلني. هو قال لي رابطك نرجعك مليحة. رابح صباح. راني بزاف ستريسي باسكو عندي بزاف ما وزنت، ما نحبش كاع نشوف الميزان تاعي، ما نحبش كاع نشوف البودي هذا. واليوم انت راح تكتشفوا زملائك المتنافسين الكوتش سمير وكل المشاهدين بإذن الله. إن شاء الله على ربي. روحوا مع بعض نكتشفوا وزن رابح. رابح الميزان تاعك الحالي 145 كيلو فاصل 800 غرام. جي جامي ماجيني نوصل هذاك لو بوا هذاك بإذن الله. إن شاء الله يولي زيت المؤامرة. يعطيك الصحة. فارس قل لي راك حاب اليوم تعرف الوزن تاعك؟ جو مو سوي بريباري او بيغ. بون كوراج فارس. فارس ميزان تاعك اليوم 191
1.800 غرام، يعني تقريبا زوج قناطر. هذا وين فهمت علاش قلت لي جو مي بريبار او بيغ. مي با سا شويه صعيبه. معليش، على كل حال في برنامج الوزن الرابح كل شيء ممكن، خاصة مع الكوتش سمير. أنا على بالي بلي راح يلحق هو الهدف تاعه وأنت كذلك إن شاء الله بإذن ربي. بالتوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. يعطيك الصحة. شكرا. منير، أنا نحسك واجد شوية. واجد واجد. صح؟ يا سهل. وشنو هي سر الثقة تاعك هذه الزايدة؟ كونفيونس. بالك لأنه على بالك الوزن تاعك شحال راهو يدور؟ لا شغل نعرف روحي على بالي عفي بالي هكذا. وينك الدورة ببخي؟ 60 في 60. يا اخي واش من 60؟ انت نو جو فو دير سيم شيف. ضحكت. 60 ماشي 60 فوق ال 100. 60 شغل كيما انا هكا. لا لا فوق ال 100. نو على كل حال واش نقول لك؟ نتمنى لك التوفيق ونروحوا مع بعض نكتشفوا وزن منير. منير. وي. الوزن ديالك زايد على واش كان في بالك. وي. إذا اليوم راك توزن 173 كيلوغرام بالضبط. أنا واجدين إن شاء الله. واجدين؟ وي. واجد أنت خاصة؟ واجد. واجد. باش تتعذب، باش تتدرب، باش دير ريجيم، كلش. كلش. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، ميرسي. صراحة. ياسمين دايما تضحك. صافا ياسمين. أنا هايلة. أنا هايلة. صح ياسمين بنت حبيبة. حبيبة وي. أه؟ وي. صح شكون كثر في الميزان في بالك أنت ولا يماك؟ أنا. أنت راكي كثر منها؟ وي. أبو؟ وي. نروحوا نكتشفوا مع بعض؟ وي. قبل هذا راكي واجدة؟ بدي نمشي غير واجدة. بالضحك. حتى التم. هيا نروحوا نكتشفوا مع بعض. ياسمين ميزان تاعك 115.800 غرام، يعني قريب 116 كيلو. راحت لك الضحكة؟ نور بون، إن شاء الله نولي دي شيفخ برك ماشي ثلاثة. إن شاء الله يا ربي. هذا هو الهدف من المشاركة تاعك في البرنامج. أكيد إن شاء الله. ربي معك إن شاء الله. ميرسي بوكو تعيشي. تفضلي. قبل نهاية البرايم الأول، إدارة البرنامج تفاجئ المتنافسين بدخول متنافس جديد ما شافوش في الكاستينج وهو خالد. قل لي خالد، وشنو هو الشيء اللي دفعك باش تشارك معنا في البرنامج؟ ما وليت نلعب لي ماتش ظهري هاك تشوف العليطة كلش ما وليت نقدر نمشي بزاف. جيستمون في برنامج الوزن الرابح حبينا نمدوا فرصة لكل الناس. خالد يقاسمهم نفس المعاناة وكذلك نفس الحلم، لهذا راح يكون عنده الفرصة باش يشارك معنا في برنامج الوزن الرابح. باش نتعرفوا عليه أكثر شوفوا معايا هذا البورتخي ونعود نوليو. بضياف خالد تروندوزو من ولاية بسكرة. تاجر بالجملة مواد غذائية سيم. في الخدمة توجور كاين العوج كلشي نورمال راهم يحوسوا على الفايدة يهبلوك باش يدوا فايدة تاعهم وخلاص ما خموش فيك كاع العليطة هذه منين جات؟ هاي باينة من الهفاقة وصبور ما كانش زاد المرض الكورونا هذه زاد هبلنا ما خلنا والو. خادم مورا العشاء يدير براتا دومين مع لافامي تاعو. عندي غير طفله واحده باينه وربي يخليها لي ان شاء الله وربي يخلي لي العائله كامل. نخرجهم ينحوا على بالهم شويه. كي لافامي عادي يدوروا وحوسوا بالدراري تاعهم. الحمد لله كيما انا كيما الغاش الحمد لله. اليوم حبيت.
احنا في بسكرا نموتوا على لي ساندويتش هذاك، فيه الكاشير فورماج ولا صوص سردين حار طوب. ما تلاقيتونيش في الكاستينغ، مي الحمد لله تلاقيت مديرة القناة وحكيت لها حكايتي وخذات مشكلتي بعين الاعتبار، والحمد لله راني معاكم. خالد ككل المشتركين انتقل إلى كلينيك أمينة التابعة لمجمع سيم لإجراء فحوصات طبية للتأكد من الصحة تاعه. خالد تفضل. خالد فوق ميزان برنامج الوزن الرابح، راك خايف شويه؟ مادامني معاكم ما نخافش ان شاء الله. مرحبا، مرحبا بك. بعد لحظات راح نكتشفوا وزن خالد. خالد الميزان تاعك اليوم 50.2 كيلو. بزاف بزاف بزاف. جوستومون قول لي شحال الطول تاعك خالد؟ 1.15 متر. جوستومون انا حبيت نسال الكوتش سمير مقارنه بالوزن تاع خالد والطول تاعو، هل نقدر نقولوا انه عنده مشكل السمنه؟ بالطبع سليمه، كما تشوفي خالد كما نقولوا احنا السمنه هي نسبيه، على حساب كما نقولوا كاين لانديس دو ماس كوربورال، دونك هذا المؤشر هو اللي يعطي لك الحاله تاع الانسان، يقدر يكون يعني في سمنه ولا يكون في سمنه مفرطه على حساب الطول ديالو. وهنا نفهموا باللي الجسم ديالنا يتكون من كتلات، كي نقولوا مؤشر الكتله الجسميه يعني لازم كتله شحميه نحسبوها، الكتله العظميه، الكتله العضليه، ونحسبوا لو بورسونتاج ادريك ولا كميه الماء في الجسم ديالنا. وهذه الامور كاع اللي راحنا ناخذوها بعين الاعتبار، وراح نخليو كاع المشاركين يعني يتقيموا بهذا يعني بهذا المنطق. وحنا نشوفوا اليوم خالد عنده سمنه، عنده الكرش ديالو، هذه خاصيه عند الرجال سورتو، وهنا كاين مشكل كبير اللي يقدر يديفلوبي ان ديابيت اوكي سكري. سي بور سا راه خالد معنا اليوم، وراح نعامله يعني بنفس الطريقه كما نعامل المشاركين الاخرين. جيستمو الكوت سمير، عندي مفاجاه رائعه ليك خالد. على بالك بلي انت الوحيد اللي لما تنقص كيلوغرام واحد راح تربح معنا 100,000 دينار جزائري، يعني 10 ملايين سنتيم. اسمع مليح، 10 ملايين. الله يبارك بربي، ان شاء الله خلي لك غير دوسو. واش 50 جاي يروحوا 50 كيلو؟ راحوا. خالد بالنسبه للتحديات ابتداء من نهار اليوم، اسمعوا مليح، خالد راح يولي اسمه خالد لو جوكر. وعلاش لو جوكر؟ لانه عجبتك هايله. قالت لي باللي راح تولي جوكر، وانا ما باليش شنو جوكر هذي. المهم نقلبها وخلاص، جوكر جوكر أو ديما يقلبها دائما. كوت سمير كما كنا نشوفه خدمة كبيرة ريتسنى فيهم وخاصة فيك. إن شاء الله نديروا لي علينا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هاد العدد هذا، ويكون هاد كما نقولوا هاد لاسيزون إن شاء الله في المستوى، وإن شاء الله قاعدين نجحوا ونجحوا إحنا معهم إن شاء الله. يعطيك الصحة كوتش. إذا في ختام البرايم الأول لبرنامج الوزن الرابح، نتمنى لكم النجاح إن شاء الله في هذه المغامرة المفيدة والرائعة في نفس الوقت، بالتوفيق للجميع. مشاهدينا الكرام، تلقاو إن شاء الله في العدد المقبل من برنامج الوزن الرابح. سلام. كونديدا ماشي سامي اللي راح يشينكم، أنا اللي راح نشينكم. اصبروا تشوفوا. أطن. تشاهدونا في الحلقة القادمة. صباح الخير عليكم لي جون نودو. عسبعة انترينمو. كي تلاقى انت وبنتك؟ اه كي تلاقى انا وبنتي نقولوها بيان سور نوبلوها بارميجيانو. بارميجيانو هضرنا ايطاليانو بارميجيانو. جو يلا 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 يلا.
عندك اون جومب شويه زايده في لاماس مسكولار بارابور ا لوتر اون فوا رياجوستي هاد الامور هذه. شغل حد لا نضحك ولا نبكي ولا Attention, 3, 2, 1.